دوليا إلى أخبارنا الدولية، وفي جديد ملف الصحراء الغربية، أكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو السفير المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي أبي بشير أي البشير أن مسألة القرقرات شكلت دليلا قاطعا على سلبية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية مينورسو، في تعاطيها مع انتهاك المغرب للقانون الدولي والاتفاق وقف إطلاق النار وغض الطرف عن غطرسته اللامتناهية وتهديده للأمن والاستقرار في المنطقة. إلى